وزارة الثقافة دورة تكوينية هامة في المسرح والتكوين الفني على غرار مراكز أخرى بولاية الجنوب. هذه الدورة شاركت فيها ولايات أدرار والبيض وبشار، ويشرف عليها طاقم تكويني محترف من شأنها إعطاء دفع قوي لعودة المسرح بالجنوب وللمسرح الجزائري بصفة عامة. اليمين بالعلمي. تأتي هذه الدورة التكوينية لأبناء الجنوب المهتمين بالمسرح، وهذا تبعا لتعليمات السيدة وزيرة الثقافة والفنون بعد زيارتها لمنطقة الجنوب وخاصة ولاية أدرار. قررت بتنظيم هذه الدورة التكوينية لكل ولاية الجنوب، وركزنا على ثلاث مراكز أساسية وهي أدرار وتمنراس والوادي، وكل مركز يضم عدة ولايات. كانت دورة جيدة والحمد لله، رانا نستفدوا منها، حتى الأساتذة ما شاء الله متمكنين والحمد لله، إن شاء الله تكون استفادة للجميع الممثلين والمخرجين كل شيء. 5 jours j'espère que ça va nous suffire إن شاء الله. On veut juste leur donner les bases de savoir écouter leur corps, d'enlever quelques complexes aussi, travailler sur le toilettage du comédien, la respiration, la façon de marcher, l'attitude, le monologue intérieur.